زلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير. تابعت وشاهدت ويانا الشوط الأول شوط الأندلس لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، شوط المهجنات ذهب مع ريمة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وشوط الزمول المحليات ذهب مع زعفران لهجن الرياسة بقيادة المضمر الشاب مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. وها هي انطلاقة الشوط الرابع، والشوط الرابع يضم نخبة من الزمول المهجنات الأصائل لأصحاب السمو الشيوخ جائزة هذا الشوط للمركز الأول سيارة وبقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. بنسير بكم مع مقدمة هذا الشوط أراها ملول في المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. ننتقل إلى العابر في المركز الثاني لهجن الرياسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث لمح البصر مر عبر كل خطر لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الرابع العابر لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة المضمر أحمد بن علي بن عجب. وفي المركز الخامس، المركز الخامس نشوان لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر يمعة بن عبيد بالدبيلة الفلاسي. يا سلام مياس، مياس الشكل، مياس العود قادم بقوة. يا سلام يا سلام يا سلام، المعركة طاحنة، المعركة طاحنة. العابر العابر ومياس، السيارة تنتظر 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 العابر، تنتظر مياس. وعبر العابر إلى بر الأمان وخط الأمان. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر الظافر السيد علي بن جميل الوهيبي. مياس في المركز الثاني لهجن العاصمة، المركز الثالث لسمو الشيخ ماجد بن محمد برايد المكتوم، المركز الرابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد برايد المكتوم، المركز الخامس الذيب لهجن العاصمة. هذه النتيجة. التوقيت الزمني ساعة وصول العابر بعد ما عبر إلى خط الأمان ومنطقة الأمان وهو محتل المركز الأول في زمن وغدر 9:54، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا لظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي. المركز الثاني مياس 9:55 بلوفة وبالتمام. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي والذي وصل في المركز الثالث. شاهين في المركز الثالث لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم 9:56 بلوفة تمام. تهانينا ايضا لمضمره السيد محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي.